هذا لك حق بتاخذه بالقانون صح؟ هذا شعار الساعة القانونية في كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 مع العزيز الغالي بفراج المحامي سعود الهدبة راعي هالساعة والمتواجد أسبوعيا علشان يرد على استفساراتكم القانونية ويسولف معاكم بالقانون ويقول القصص والعبر والمواعظ اللي تفكم إن شاء الله من شر المحاكم والقضايا والتعويضات والخمسة آلاف واحد والعشرة آلاف. ها يا أبو فراج كنك مغرز. اي والله كنا الكرسي مغرز فيك اليوم. زين يلا ما عليك ساك الله بالخير. ساك الله بالنور. شلونك أخوي؟ يا هلا بالرفيق. شو أخبارك؟ شو الأخبار؟ شو الدنيا فيك؟ تمام. يقولون ملعلع بالجنايات اليوم ملعلع والله. تنازلات رايحة تنازلات رادة. اي والله انزين ان شاء الله عندنا اكثر من تنازل. في مرات شوف في جنايات ايه او جرائم قضايا يعني ما ايه تخلص الا بتنازل يعني ايه. حتى لما يدش علي احد شنو يقول لي؟ يقول لي انا ابي البراءة. يعني يسألك كذي مباشرة. كذي اضمن لي البراءة. ما اقدر لو كان من كان ما حد ايه. اللي يملك الحكم من هو الله والغاضي ايه. غيره ما في احد. اللي انا يقول لك والله انا اضمن لك البراءه. وفي ناس فعلا ندش يقول لي قول لي اعطيك براءه ولك مني انا موكل. لا حجي انا ماني معتاز بذاتك بس ما اقدر اضمن لك فعلا ما اقدر. انا عندي معطيات وابذل اسبابي بمرافعه وحزتها يبين عنده هو عندنا اذا انت فعلا تاخذ ولا لا. وفي ناس تاخذ احكام يعني هو فعلا هو مسوي الجريمه ومعترف فيها. يعني انت حين معترف وحط نفسك بدال الغاضي واحد جايك فعلا انا مسوي شيء فلاني يعني بيعطيك براءة. فاللي يدور على كلمة البراءة هذا شيء خطأ. وفعلا اي محامي يقول لك هالكلام ان انت والله راح يجيب لك البراءة اخذ مني هذا كلام فاضي. ممكن انه هو لما يدرسها يشوف المؤشر انه ممكن نحن يطلع منها ممكن انه يطلع منها والباقي توافيج من الله. نبدأ الاسباب توافيج من الله. فنرجع على مسألة التنازلات. في قضايا تصير مسكر ابراهيم ما اقدر اسوي شيء. فيقول له تبي نصيحه يجيب تنازل والمحكمه ممكن تعطيك اعفاء من العقوبه فهمتني وانت الموضوع. فيجيب تنازل فنطبخه بهالطريقه هذه تلفونات وهذا مع المحامين نتعامل يعني نتعاون وياهم فنخلص ان نتفق على مساله التنازل لان بعد الطرفين اثنين مبتلشين واحد طاق الثاني مثلا اثنين مدشون السجن او ياخذون احكام ونحاتي واحنا وياهم بعد نحاتي على الاحكام فنجيبها بتنازل ونقول يا رب. والتنازل اللي يصير بالمحكمه ولا بمكاتب المحامي؟ في خط لا هو مو مكتب المحامي. المحامي يملك انه مثلا يتمم الاتفاق ونروح في المحكمه اداره التوثيقات ونصدر من اداره التوثيقات التنازل ورقه بالتنازل موثقه من موثق رسمي من وزاره العدل. ناخذ هذا التنازل ونحطه ملف. وتذكر القضية. اسم القضيه فيه وشنو الموضوع. تذكر الاسم ان انا فلان الفلاني اتنازل عن القضيه رقم كذا المتهم فيها او اللي مشتكي على فلان الفلاني. يعني تحط الاسامي الشاكي والمشكو بحقه مع ارقام القضايا حتى اذا كان فيها بعد رقم جنايات جنح المغفر مثلا باسم المغفر. يعني في جنح مثلا يقول لك مغفر النقره مثلا تذكرها تنازل عن قضية رقم كذا جناح النقرة يكتب لك إياها كذي برقم محكمة لأن هي تأخذ رقم بالمغفر وتأخذ رقم بالمحكمة برقم محكمة رقم كذا كذا وتأخذ هذه الورقة واحد من الاثنين إن حزتها وين شنو تشوف وين الملف إذا موجود بالنيابة أو بالتحقيق تأخذ التنازل وتودي عند التحقيق إذا قدام القاضي بالمحكمة تودي عند المحكمة عند القاضي وقت المرافعة. في خط ثاني للتنازلات إن إذا وصل الملف بالقضية عند المحكمة خلاصنا من نتحاكم احنا الحين تملك ان قدام القاضي بالمحضر ثبت التنازل الاطراف يثبتون التنازل وينتهي الموضوع لان بالنهاية محضر رسمي عند القاضي ويملك انه هو يثبت التنازل بالمحضر وياخذ فيه. زين السؤال اذا انت تنازلت او طرف من القضية تنازل القاضي يحكم فيها ولا ما يحكم فيها؟ على حسب لأن في شيء اسمه جرائم الشكوى ومحصورة بالقانون يعني بعدد معين تملك أن أنت تتنازل فيها وتسقط عنك الجريمة. هذا باختصار. في شيء ما يحتاج يعني حتى إذا يبتنازل أو ما يبتنازل يبقى الأمر متروك جوازي للقاضي. مثلا قضايا الابتزاز أو الخطف هذيلا ما فيها تنازل. ليش؟ لأن مو من جرائم الشكوى اللي قلناها معنا. في شيء بالقانون أنا بفهم العالم جرائم الشكوى ليش كلمك هو محصور بالغا مثلا جريمة السب
هذه من جرائم الشكوى، جريمة الزنا مثلاً، لما واحد يقدم شكوى، شكوى زنا مثلاً، هذه من جرائم يسمونها الشكوى ومحصورة بالقانون، ما عندنا شيء نخشه. هذيلا لما يجي صاحب القضية المشتكي يملك إنه هو يتنازل، لأنه يترتب عليه عفو، إن أنا عفيت عن فلان. أوكي. هذه الحكمة من هذا المبدأ فيها. تمام. بس الجرائم الثانية نفس اللي قلتها، مثلاً الابتزاز أو جريمة الخطف، هذه ما فيها تنازل، لكن لأنه مو بس هو مشتكي. الشيء الثاني، ليش كلمك جوازي حق المحكمة؟ يعتبر الناس شنو يسمونها؟ الحق العام. بلى أوكي. فأنت صح فلان متنازل عنك، بس متنازل عن شنو؟ حق، عن حق التعويض المدني اللي هي 5,000 دينار. إن أنا ما أبي تعويض المدني، لكن المحكمة فعلا فلان تنازل عنك عن تعويضه، بس أنت إلى الآن متهم لأن في حق عام قدام وفق القانون، فالمحكمة تحاكمك. فمن كذي صارت في خانة إن جوازي للمحكمة إذا خذت بالتنازل ولا لا. تمام تمام. عطني 3 جرائم فيها تنازل وثلاث جرائم ما فيها تنازل، أشهر 3 بـ3. بشكل عام؟ بشكل عام. الضرب فيها تنازل. الضرب فيها تنازل. السب فيها تنازل. تمام. والزنا فيها تنازل. أوكي. هذا اللي فيه تنازل. إيه. اللي ما يقول لك هذا حق الدولة وحق العام. إيه. إنزين. والثلاثة اللي ما فيها تنازل. ما فيها تنازل التزوير. مثلاً. تزوير. ما فيه تنازل. أموال عامة فيها تنازل. أموال عامة ما فيها تنازل ولا تسقط. ولا تسقط. بالتقادم. أيه. يعني في ناس يقول لك إن في جرائم تسقط بالتقادم. شنو يعني؟ يعني لو تشتكي بعد فترة طويلة، يقول لك إنه مالك حق إن الجريمة قديمة فما تسجل في قضية. تمام. فأموال الدولة ما فيها تنازل. أي. لأن الدولة هي الخصم مالك أنت. أي. بايقم مال عام يسوي لك كذي لاحظ. أي. أي. ولا تسقط بالتقادم. أي. لو بعد 10 سنين 100 سنة. أي. اكتشفوا الجريمة ملزوم ترجع البيزات يعني. أي. هذه فيها بوقة. والنوع الثالث. عطني جريمة ثالثة. مثلا الابتزاز. شنو احنا العادة، شفت موضوع الابتزاز؟ أي. ترى هذا داير وايد إبراهيم. أي. يعني فلان، في ناس تتعمد تروح المغفر وتقدم عليك شكوى وتلقى انت مو مسوي شيء، بس كتهمة تتسجل عليك وبالنهاية يرفع عليك السماعة يقول لك تبي تنازل عنك عطني المبلغ الفلاني وتنازل عنك. هذا يعتبر ابتزاز مال الغير. هذا بالسوشيال ميديا تصير وايد، بالسوشيال ميديا. أي. بالمخافر، بالتلفونات، بغيره. الله يكثر الناس اللي طلعوا فلوس. صورت سنابة انا عاجيك شيء، صورت بتلفونك شغله شيء، طقها كابتشر، ترى دير بالك اروح اشتكي عليك. أي. يا ان تعطيني فلوس او بروح اشتكي. أي. ولا ادها ولا امر، حتى لو اشتكي انا خلص شكوتي يدلك ان انا فعلا جاد بالموضوع، تعطيني فلوس ولا ما اتنازل عنك. أي. يعني تبي التنازل عطني فلوس، لان جربتني انت. بلى. هددتك من اول، ابتزيتك، يا تعطيني يا اشتكي. شفتك اعطيتني ملابس رحت اشتكيت، ادلك ان انا جاد. تبي التنازل عطني فلوس. وها هالمره غير، لان المبلغ مثلا الاولي قبل الشكوى كان مبلغ صغير. احنا سجلت قضيه عليك جوكم انت. بلى. هاتي خطر. أي. عليك انت. فشنو بيقول لك؟ اتنازل مبلغ اكثر. وصلت صدر عليك حكم محكمة، باقي الاستئناف والتمييز، يرفع عليك الرتم. يعني هذا واضح أن ابتزاز مال الغير، مع ذلك أنه بالقانون يجوز التنازل وأنك تتفاوض على هالموضوع هذا، بس مو بهالطريقة هذه. أنه أشكرك. أي. أي تبي ولا أسحب أو أدفع. أي. تبي ولا أدفع، هذا ابتزاز مال الغير. أنزين. وعلى موضوعنا اليوم، في تنازل ولا ما في تنازلات؟ موضوعنا اليوم شنو يا أبو فراج؟ شنو هو؟ موضوعنا اليوم حوادث السيارات وشركات التأمين. خوش. أنزين. وشان شو الفرق ما بين البيمة. إيه؟ والفرق ما بين تأمين الحياة مثلا وتأمين وتأمين الشامل على السيارات. إيه. والشامل مال السيارات. سؤال. إيه؟ أنزين. ذكر الناس قبل أسأل سؤالي، ذكر الناس بأرقامنا بسرعة. 22-20-90-4. تمام. هذا التليفون. أي. بإمكانك أنك تتصل. وين يشوفونه؟ تستفسر. تستفسر. تسمعنا على محطة اليوم في شيء ترى بفرج. مرينا الكرسي. الكرسي هو اللي منزل صح؟ وين يشوفونه؟ على مرينا أبليكيشن. إيه. مرينا يوتيوب. إيه. OSN151. خوش. واللي حبي يسمعنا طبعا رقمنا مشهور بالكويت. بذاع رقم 1 90.4 يا أبو فرج. 90.4 بالضبط. عدل. You are welcome. طبعا welcome. اللي عنده اتصال حق ابو فراج سواء على موضوع حوادث السيارات والتأمين ودوخة هالسوالف، موجودين على 22-20-90-4. او اللي عنده أسئلة ثانية، زواج، طلاق، شنو بعد، شنو انت تحب، جنايات، والحوسة. اي والحوسة. حوسة. اي شيء حوسة. فاحنا موجودين ان شاء الله للساعة 3 نسولف معاكم ونستقبل اتصالاتكم، وحياكم الله يا حبايبنا. بفراج هلا بوي عزيزنا
حوادث السيارات طبعا انت تشوف كل اسبوع يطلع اكو ريبورت بالضبط 30,000 مخالفه 40,000 مخالفه ما شاء الله عدد المخالفات. صار اليوم حادث ما بين اثنين بالسياره وعسى الله يفك الكل شر الحوادث. امين. شنو اول شيء لازم يسوونه؟ شوف ترى المخالفات الناس عبالها انه بس كذي خلص مخالفه ملزوم ان انا اسددها وانتهي. تدري ان اصل المخالفه شنو هي؟ قضيه ترى ابراهيم. شنو يعني؟ يعني هي قضيه يعني حال الجنحه. انزين. كان تذكر قبل كان في دفتر مخالفات المخالفه الصفراء. امبلى الصفراء. خبرك هل انت مخالف؟ اي مخالف. كله نقول الحين صار اكتروني. كله لا غير كله مخالف. كله لا غير مخالف. للعلم سالفه المخالفه اي المخالفه الصفراء قبل أي. تلقى مكتوب فيها جنح مرور. اي. لكن لان الجريمه بسيطه فش اللي يترتب عليه فتكون مخالفه. أي. لان الجريمه جدا بسيطه، اما لان باقي القضايا مثلا السب والظرف الضرب وخيانه الامانه والسرقات فهذا شو اللي يترتب عليه؟ نزل. هذه تصير مباشره جنحه يتم فيها التحقيق، دليل على هذا الكلام ان اليوم اي احد عنده مخالفات بامكانه انه هو يطعن على المخالفات وين بروح؟ محكمه المرور، جنح المرور. فيدلك ان هي شنو؟ اساسا هي قضيه وتملك ان اي مخالفه مروريه تروح تطعن عليها وتروح عند قاضي المرور وتفاصل، حزتها تقدم دفاعك اذا انت كنت مخالف ولا لا. تمام؟ تمام. شيء ثاني شنو كان سؤالك انت؟ والله نسيت. انا بحرت التعريف. لا 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 انا الحين ما اقدر ابحر بتعريف. اسالني ليش؟ ليش؟ لان المتصلين ناطرينك. يلا يبونك. شيل. عندك ساره اول واحده قول لها الو. حياك الله يا ساره. الو. سلام. سلام يا هلا ومرحبا. حياك الله. الله يحييك. حادث سياره يا ساره؟ اي حادث سياره. سلامات واجر وعافيه. دعمه ولا مدعومه؟ لا والله داعمه. لا حول ولا قوه الا بالله. فتش شوي يا ساره. امريني يا ساره. اول شيء في احد متعور ولا لا؟ لا ما في اضرار. ما في واحد ميت الحمد لله؟ لا الحمد لله. زين اشوي قولي. انا دعمته عند دوامي حلو ودقيت على الدوريه وكل شيء وما كان في دوريه تطلع لي تقدر تطلع لي. اوكي. ف صور لي سنة وصورت لي سنة واتفقنا ان احنا نروح المخفر. تمام. انا دقيت اول ما مشيت دقيت على الدورية قلت لهم ان انا مشيت وصار كذي 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 وقالت لي اوكي. تمام. بعدها بيومين تقريبا وصل حق اخوي ان مكلمين المخفر ان هو يعني مثل انا منحاشة من الحادث. اوكي. اصطدام هروب. اصطدام هروب. اي. ايه. رحت المخفر ووقعت تعهد وان انا ما انحشت اصلا والريال كلم اخوي قال له ان انا ابي احد يصلح لي قال له اخوي ان شوف كم الاضرار ونصلح لك عادي ماكو مشاكل. ممتاز. تمام. ممتاز. تعال زين وبعدين وقال لنا اوكي ونطرنا يمكن فوق الاسبوعين تقريبا. سجلتوا قضيه ولا بعد؟ لا بعد للحين. للحين ما سجلت قضيه؟ عشان حاطين إيه؟ استخدام هروب من المخفر دقوا علي. زين ويوم رحت المخفر شو اللي صار؟ صدرت مخالفه ولا دخلتوا على المحقق؟ وقعت تعهد. لا بس وقعت تعهد. تعهد بالحضور. ايه. انزين اللي هو انزين وتالي الحين وين وصلتم؟ متى صار الحادث ساره؟ تقريبا قبل شهرين. انزين وسيارتك صلحتيها ولا لا؟ سيارتي لا ما صلحتها واساسا سيارتها ما فيها شيء يعني. تمام وهو سيارته فيها شيء؟ ما فيها ولا شيء. خلاص غير انه هو يبي لها بوليش بس. آه اوكي انزين وتامين شامل؟ لا ما عندي تامين عشان ما عندك تامين. انا اصلح له. انزين شنو تبين الحين انت وين سؤالك ساره؟ انا سؤالي انه هو بعد ما صار هذا الموضوع كله وفي شاتات تثبت ان احنا نبي نصلح له راح ورفع عليه قضيه وقلت له خلاص كمل بالقضيه إن انت ما تبي اصلح لك تبي ترفع قضيه اوكي كمل بالقضيه. تمام. رحت وحضرت الجلسه وهو ما حضر. القاضي سالني شنو ابي قلت له ان انا ما غلطت بشيء وعندي اثباتات تثبت ان انا بصلح له. اوكي وين سؤالك الحين ساره؟ يوم الجلسه دش علي وقال لي ان تدفعي لي 500 دينار وانا اتنازل وما اخلي يصبر عليك حتى. هذا الكلام اللي كنا قاعد نتكلم فيه اول الحلقه هذا إيه شكل من اشكال الابتزاز. اي إيه انا بهالحال اقدر اخذ الشاتات واروح المحكمه ارفع عليه قضيه لان انا الحين صدر علي حكم من صفر.
أوكي. واضح يا سارة، وما يصير خاطرك إلا طيب، ومشكورة وايد إنك اخترتي الساعة القانونية وأبو فراج علشان تقولي لنا قصتك وموضوعك. أبو فراج نطلع بريك سريع وترد على سارة. بريك سريع ورادي. يا هلا ومرحبا باللي كل بني آدم يسمعنا وقاعد يشوفنا على 90.4 في الإذاعة رقم 1 بالكويت، 90.4 مارينا اف ام مع العزيز الغالي أبو فراج. ها اشوفك تبوسم هذا اليوم، انت ايش عندك؟ انت فيك سر. يعجبني فنك يا فنان. زين انت انت فيك سر غير التنازلات، شنو عندك اليوم؟ خرد على سارة. ترد على سارة وانا انحاش. كمل. الهروب الى الامام. كمل. هو قالت ان في حادث سيارة والريال قاعد يساومها مع ان الحادث قال لها 500 دينار دفعي لي وتنازل. اي مع ان الموضوع اي ما يسوى يعني كلش. 500 دينار شنو انت مسوي؟ الزبدة احنا الادمي لو تدعم واحد ويموت 10,000 دينار تسد له دية شرعية. هدول حادث على زلقة وشيء كذي يبي له بوليش 500 وين قاعدين؟ الزبدة كل الحوادث السيارات لازم تعرف انت وين مركزك القانوني اول شيء، هل انت عندك تامين ولا ما عندك تامين؟ اذا ما عندك تامين وصارت قضيه يعتبر ان انت الغلطان. تمام؟ تكلم على تامين شامل ولا تأمين البيمه؟ شامل او ضد الغير اللي هو البيمه، البيمه شامله اي كان اي نوع فيها. ما عندك تامين المفروض انه يترتب على ان انت غلطان، لكن في معايير عامه ان المفروض ان انت يعني متغيد في ضوابط الطريق. مثلا انت سويت حادث مو داش عكس السير لسنك صلاحيته شقاله يعني ساري المفعول دفتر السياره ساري المفعول رابط الحزام مثلا ماشي بما بسرعة. انه اي منضبط في ضوابط المرور الامور كلها تمام. خلي القضايا توصل للمحكمه، واذا صدر عليك حكم بامكانك ان انت تستأنف. يعني نفس اللي سويته ساره راحت المحكمه ودافعت عن نفسها صدر عليه حكم، خل تستأنف الحكم تصعد فوق جناح المرور. فيها استئناف؟ فيها استئناف، فيها تمييز. اوكي خل تروح تطعن بالاستئناف والتمييز وتدافع عن نفسه. خلاص صدر عليه حكم تسده وتفصل معه حزتها مع التعويض. طبنتي يعني شنو قيمه الاضرار؟ منو حط المعيار ان لازم تدفع ال 500 دينار؟ شنو هي هو مزاجه. في ناس تجيب فواتير، في ناس تضرب فواتير الصراحه ابراهيم. يعني الحين شنو تبي فاتوره؟ الحين روح المكتبه دفتر ب 50 فلس اقسم بالله بالجمعيه اخذها صدر فاتوره قول انا ابي من الاسبوع اللي طاف وانت تاشر على هالدفتر. انزين المفروض دفاتر بالجمعيات هذه يشيلونها لان ما شلون قايلين. خلينا نشوف اذا حسن عنده دفتر ولا ما عنده دفتر. مساك الله بالخير يا حسن. يمسك بالنور. يا هلا مرحبا شلونك؟ عندي دفتر. عندي دفتر. عندي كل شيء يا معود. دير بالك هذا ترى جوكم قطه حرز هذا ترى ينقضونك ترى. حياك حياك تفضل قول سؤالك. خل اقول لك انا سويت حادث تمام، انا اللي غلطان فالتامين بيصلح حق الطرف اللي انا غلطان عليه. تمام خوش خلصنا صارت قضيه صدر الحكم ونصف بيني وبين شركه التامين. تمام شركه التامين مو موجوده في الدنيا راحت. زين تحت تصفيه ادفع انا مبلغ كامل. تمام شلون كذي تدفع؟ هذا الحكم كذي صدر؟ طلع الحكم انه مناصفه بيني وبين شركه التامين. تمام شركه التامين مو موجوده فتدفع نصيبك من المسؤوليه. لا ادفع مبلغ كامل. منو قال لك تدفع مبلغ كامل؟ من التضامن. انا راجعت الديره الوضعيه وقالوا لي تدفع كامل لان اوكي طالع له حكم حكمك بالتضامن. بلى تمام ابشر بالخير. تمام يا مستر حسن. حياك يا حسن ما يصير خاطرك الا طيب، وراح تلاقي الجواب عند سعود الهدبه المحامي ابو فراج. شل دبره مع طول العمر. شوف الحين في ناس عندها مشاكل لان في اكثر من شركه تامين سكرت بالسوق. تمام وصاروا وهم اساسا تحت التصفيه. شنو يعني الشركه تحت التصفيه؟ يعني ان تي وزاره التجاره بموجب حكم محكمه يتم تعيين واحد انه يصفي حسابات الشركه بالسوق. يعني افلست. اي نفس موضوع الافلاس بالضبط. هو هي افلست واحد صار مفلس وتعال يا الحكومه يا المحكمه حطي لي واحد يصفي حساباتي مع مدير تفليسه. ايوه مدير تفليسه. هذا قانون الافلاس هذا كله بقانون التجاره. لكن احنا خلينا نبسطها يا ابراهيم. بلى قلت لك تكلم كويتي. موضوع ثلاث سنين وانا ادش بالتفليسه. انت ادش بالتفليسه خلينا على التفليسه. الكلام المفروض وفق الاحكام اذا رفعوا عليك دعوه بموجب حادث سياره وشركه التامين مو موجوده مباشره ارجع حق وزاره التجاره صدر ورقه اسمها مستخرج لوزاره التجاره يبين فيه من هو المصفي للشركه. بلى وانت تسوي صحيفه الدعوه تدششها بالقضيه. تدشش مصفي الشركه عشان خصم مدخل. ايوه بالضبط تدششه وتداحر عاد انت وياه مرافعات اليوم مرافعات.
ولما يصدر الحكم راح يصدر عليك انت مع المصفي. أنزل. حتى لو فرضنا نفس الحين ابو علي ايش قال لك؟ قال لك ان انا حكمي صدر خلاني ان انا اسده كامل البيزات. ليش؟ لان صادر حكم بالتضامن. هذا لا يعني اذا انت سديت الفلوس كامله عنك انت ويا شركه التامين بامكانك انك ترجع لشركه التامين تاخذ النص اللي انت سديته بدالها. ايش اللي صار؟ دفع القيمه كامله عنه وعن شركه التامين ومباشرة انت بما انك سديت تاخذ الورقه اللي سديت فيها الوصل السداد وروح ارفع دعوه على شركه التامين طبعا على المصفي وحصل بيزاتك منهم اللي هي النص. تمام 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 يا محفوظ السلامه. الحين في عندك خالد موجود على الخط، قول له عمر. حياك الله مستر خالد. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، اغلى وابرك من يتصل، تفضل يا خالد. الله يبارك فيك. سيارتين واقفين تحت المظله، جت واحده وعدمتهم. أوف. الله يعطيه العافيه. أوف. تمام. هذه اللي يقول لك خالد، تدري لما يقول لك والله هذه الو يبا الرصيف دعمني، الظاهر انه نفس السالفه. لا بكذي واحدة من السيايير يعني ما بلعت فيجي ما طلعتها من المكان 10 ايام وانعدمت. لا حول ولا قوه الا بالله. عين ما صلت على النبي يا خالد. قول هي عين ولكن امر الله سبحانه ونعم بالله. قول الحين انا ناطر قضيه المرور عشان ينحكم فيها وعلى اساسها دعوه مدنيه مطالبه بالتعويض. ممتاز تمام. سؤالي فيه الشامل ما يعطون المبلغ كامل، يعطون 75%، يعني على سبيل المثال 10 تارات يعطوني 7.5. بالضبط. زين اللي انا خسرته من 2500 زين اقدر اطالب فيهم عشان شركه التعويض عطت 75%. اي اقدر اطالبهم باللي متسبب بالحادث علما ان المتسبب بالحادث ليس المنتهي، تكسر السياره منتهي. خوش شيء. الله 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 دفترها منتهي ما عندها ليسن وحالتها وداعمه. اي يا كبرها ويا عظمها على قولت نهاشفة الجبل. ما يصير خاطرك الا طيب يا خالد، ما يصير خاطرك الا طيب، بتلقى الجواب الشافي والكافي عند المحامي اللي قاعد قبالي. تفضل جواب على خالد. شوف بوليد طويل العمر، هو شنو موضوعه؟ قال لك ان شركه التامين قاعد تعوضني 75% من قيمه الاصلاحات. لسبب اليوم وحده التامين حطت جدول حق الاضرار. تمام. على حسب موديل سيارتك، اذا موديلها جديد بامكانك ان انت تقدر تعوض لقيمه اعتقد ان 95 او 100% تعطيك قيمه الاضرار المترتب عليها، فكل ما نزل موديل سيارتك كل ما تنزل هذه النسبة. بس سيارتها جديدة؟ حتى لو يقول على حسب موديلها. أنا ما يندرى الكلام لأن في وكالات ممكن تبيعك مالت العام يعني آخر سنة العام يعني في كذي، فأنت ترجع لسنة الموديل مع شركة التأمين، راح تمشي شركة التأمين معاك على الجدول النسب اللي موجودة. موديلها مثلا جديد تعطيك 100% مثلا، أنا أحكي كل ما ينزل الموديل تنزل النسبة. تمام. الحين وين مشكلته؟ هو قال انه عوضوني بس 75%. انا اكلمك طريقه، انت لما توصل المحكمه وقت التعويضات حط فواتيرك واختصم شركه التامين مع اللي متسبب بالحادث وخلاص، انت تدش وياهم بالمحاكم وتفصل فواتيرك والمحكمه راح تبحث هالموضوع، بالنهايه راح يصدر لك حكم. ما يازك الحكم او تقرير الخبير اللي غيم لك القيمه اطعن عليه وصعد الاستئناف. انا بسالك سؤال منطقي انزين بس لا تفهمني غلط. قول الحين البني ادم اللي تعرض مثل خالد لو راح حق محامي ايش كثر بيدفع له؟ حسب الجيم اللي الجيم انا فيها. بقول بيدفع له مثلا اسمي ولا اقيم ولا ما اقيم؟ قول. طبعا مو هذا الرقم اللي تاخذه انت، تاخذ اكثر. زين قول. زين بقول 1000 دينار. اوكي زين بخسر بعد مطالبة محامي ومحامي ومكتب وركضة وعاد. هذا وقت التعويض يحطها. ترى اتعاب المحامي لا يعني هذا من الاضرار اللي راح تدش بخانة الاضرار المادية. ان انا تكفلت. يحطها بهالطريقة. تكفل بهالكلام هذا، يحطها بهالطريقة والمحكمة هي اللي تقدر اذا فعلا الكلام هذا صحيح ولا لا. بس مو معنى ذلك يعني في ناس يقول لك انا ابيك تسوي لي عقدي ب 10,000 دينار، مو الموتر اللي مدعوم ما يسوى 1000 دينار. شنو بتحط لي 10,000 دينار يعني بالمنطق؟ عرفتني؟ انزين المنطق يقول ان الساعه الحين 32 دقيقه بالملي. خوش. انزين واخونا عزيز دي جي ليزر بيطلعنا بريك سريع وردي. ها صالح. عندنا اوكي انا اسف جدا، عندنا متصل عندك صالح قول له الو. امرني يا ابو صلوح حياك الله. السلام عليكم مساكم الله بالخير. يمسيك الله بمثله.
سامحني بغيت اطلع بغيت اطلعك فاصل معانا بس يلا بالعكس كان نطلع فاصل مستحيل زين ما يخالف عامرني طال عمرك طال عمرك انا مشغال بالمطار تمام زين كنت طالع انا توصيل طبعا تاكسي مطار احنا من المتقاعدين ايوه نعم فيكم الله ينعم بحالك حبيبي فانا كنت طالع في قبل الباب اللي هي العبور المشاه تمام عند المطار انا اكلمك عن المطار الدولي تمام واقف كان في زحمه تمام فعندنا واحد من الشرطه ابناء الشرطه الله يسامحهم وان شاء الله انهم يحسون بيه جاني قال لو سمحت اعطني الليس انا على يميني سيارات وعلى يساري سيارات قلت ليش امر في شيء قال لا بس اعطني الليس وانا اقول قلت تفضل هذا الليس ويعطيني طال عمرك 60 دينار مخالفات تعدي الخطوط وما ادري شنو يعني قصه كام اوش انزين وبعدين السؤال شنو صالح انا اقول لك قلت له زين هذا كلها ما يصير صار بيني وبين النقاش رحت ورجعت الا هو جايني وهو الضابط ويعطيني بعد 45 دينار مخالفات اوكي الو صالح صالح دق علينا مرة ثانية ظهر أن نقطع الخط دق علينا على 22-20-90-4 علشان تكمل لنا هالسالفة ونسمعه ونعطيك الحل مع العزيز الغالي بفرد. أنا عندي الرد أنا تغلين فهمت شواله كأني أنا عرفت ملامح الموضوع انزين راح أرد إن شاء الله عقب ما ناخذ بريك سريع حيا الله كل من يسمع القانون ويسمع أهله ويسمع 90.4 ويشوفنا ومرابط معانا ويسألنا وينشف ريجنا وإحنا موجودين علشان البني آدم اللي قاعد على يساري ينشف ريجه ويحلل معاشه إنزين كله محلل كله محلل أي والله إنزين الحمد لله بفرج ما عندنا معاشات عشان نحللها يعني أنت عندك أتعاب بفرج بس نحللها لا 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 لحظة أجاوب على هالسؤال إيش كثر تأخذ على قضية الجنايات حسب شنو الجنايات حسب أبي اقل رقم تاخذه واعلى رقم تاخذه صدق ان الجنايات يعني انا اذكر في محامين ثلاث سنين اسالك هالسؤال ما تفهم برد عليك المشكله ان هي مو سلعه أي. يعني مثلا لما تقول لي موتر موتر سعر الوكاله زين بس السؤال الحين الوكاله قاعد تسعر موتر شلون مو سعره قبل اربع سنين غير عن سعره الحين بالوكاله كم تاخذ قاعد تلف وتدور حسب القضيه ابراهيم يلا أوكي. حسب القضيه انا بقول انزين قتل عمد حسب شو مسوي قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بعد حسب شو نسوي أوكي يا جماعة ترى ما يبي يقول إنزين ما يبي يقول فشن إيش راح نسوي صدق إن أنا عندي جناية توني قبل كم أسبوع طبت عندي قتل هي الشغل أشتغل وايد قتل أنا عندي يمكن 7 أو 8 جنايات قتل من ضمن الناس اللي مفتر عليهم يقول لي أنا رحت حق محامي طلب مني أتعاب 2000 دينار 2000 دينار 2000 دينار 2000 دينار 2000 دينار على جنايات قتل يعني مع سبق الإصرار والترصد سبق حكينا يبون يعدمون النيابة طالب إعدامه ريال عنده قتل عمد 2000 دينار تخيل رايح حق محامي قايل 2000 دينار قلت خلاص أنت السبب شنو إنه يوم قتله تعابي إيش قلت إيش قال لي قال ليش دعوة كله شان رايح حق فلان قايل له 2000 دينار قلت أنت إذا أنت هي موت يعني الريال ذابح الصراحة ذابح قبل المشنقة طالبين إعدامه تبي 2000 دينار لهالدرجة يعني رخيص يعني هي رخيص منه المتهم عندك انت رخيص انت مسترخص قاعد تدور سعر أي. روح له قلت له كذي وفعلا راح له راح له ب2000 دينار راح انزين انزين الله يرحمه يعني انا قلت السبيل علي يعني رد على صالح قبل شوي اللي صالح شوف صالح مشكله انقطعت ساب بس انا فهمت الموضوع شنو قال لي قال لك ان انا كنت مو مسوي مخالفة ويانا شرطي خالفني 6-7 مخالفات ونوبة ثانية صدر لي مخالفات نوبتين ثلاث اليوم أي واحد عليه مخالفة مرورية سواء مخالفة أنت غلطان مو غلطان مركب قزوز مقيم وأنت كنت مو مقيم مثلا أي إن كان صارت هذا هل بإمكانك أن أنت تطعن على المخالفة لأن في وايد شنو أقول لك والله الشرطي ظلمني والله الضابط هو اللي ظلمني حاط علي فلان كذا أنا ما كنت مركب قزوز وسوالي كذي إجراءات الطعن على المخالفة موجودة بإمكانك أنك تروح لدار العام للمرور وتطعن على المخالفة وراح تروح مكان قسم اسمه تحقيق المخالفات أي. يقعد معك واحد يحقق بالمخالفة شنو صار معك أي. صار كذا 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 مثلا قال لك أنه صدر علي مخالفة إصدار يعني سيارتي عليها قزوز الإدارة هذه إدارة تحقيق المخالفات راح تحيلك وين فيه
حق الفحص الفني وتجيب سيارتك، لان المخالف شنو السياره، وتجيب سيارتك وتفحصها، واذا فعلا بين هالكلام تسقط عنك المخالفه. انت هنا انت اذا عندك شيء ما تخشه روح اطعن على المخالفه، روح والله الضابط حاط علي، والله هذه توصيه داق علي فلان الفلاني، فلان كذا مسوي، والله انا حاط دوبه دوبي اي اطعن على المخالفه، تملك تطعن اطعن ما يازلك راح توصل. انت الحين رحت اداره تحقيق المخالفات شفت انه ما في لاحق ولا باطن، اطعن كمل اوصل للمحكمه. ليش في قاضي؟ ليش في محكمه مرور؟ لان في قاضي يحكم بهالكلام، راح يسمعك وراح يشوف المخالفه، وبامكانه المحكمه ان تستدعي الضابط اللي مخالفك او العسكري اللي مخالفك، وحزتها يتم التحقيق فيه، لان تملك المحكمه تحقق بالموضوع وتكسب حكمك باذن الله. ما في شيء فيه خوف. تمام، ما في شيء فيه خوف، ما في شيء فيه خوف. ذكر الناس بارقامنا لو سمحت، 22 20 94 4، هذا اتصال ونفس الرقم في واتساب. تمام، خوش شيء، لان مارينا اف ام تحبكم، ولان 90.4 تحبكم، وكان ولاحظت ان في ناس مثلا ما تحب تتصل، تبي تدز مسجات او فويس نوت او ايا كان، ما يحب يطلع على الهواء. نفس ارقامنا اللي موجوده 22 20 90 4 في خدمه الواتساب، تقدر تدز اللي تبي او فويس نوت اللي تبي، واحنا نسمع هني وراح ننقل. واول شيء وصلنا بالواتساب يقول لك استاذ ابراهيم شلونك، تكفى اسال بفراج، يقول طلبت خدامه ومكتب الخدم. تمام. والله هذا حوسه، انت ليش انا اروح عند البيت؟ ايه انا اللي عندي بتمشي. امس قاعد يزبط حوسه وامي تدق علي، ترى اللي عندنا بتمشي، هذيك بتمشي، فتش الباب فتشه ولا ما فتشه، الله الفلانيه موضوع الخدم هذا شو اسوي يعني؟ مسوي سالفه. المهم والله دزيت واحد من وياي بالمكتب، يعني انت شوف لنا خدامه حل لي هالمشكله، يعني صار عندي هدك. انزين ايش فيها عاد؟ يقول لك يقول لك طلبت خدامه ومكتب الخدم طلب مني مبلغ 750 دينار استقدام ومبلغ إضافي، بس طلب المبلغ كاش بدون فاتورة، شو أسوي بهالحالة؟ إيه شكله يبي لط من البيزات هذا. لا إيه واضح إيه. يعني إيش حقه يعني تأخذ هالمبلغ؟ شوف في شيء وفق القانون لازم إذا أنت تطلب أي معاملة سواء مكتب خدم، محل تجاري، شركة إيه. تجارية، المفروض أي تعاملات مالية تثبت بمستند اللي هي الفاتورة. أي. يالك مكتب الخدم ولا شركة معينة يقول لك سوي الشيء الفلاني تسلمني إياها كاش وأنا راح أنجز لك المعاملة، افهم إن الحبيب شمال. أوكي. ما فيها روح تعال. فلا لا 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 تعور رأسك. أي. إيه لأن شوف بما إنه القانون رسم لك خط معين وهذا اللي يبون يخالفون القانون يدلك إن فيها مشكلة. خلاص القانون يبيع. فرضنا إبراهيم سلم هالبيستين وما عطاه فاتوره والمكتب سحب عليه، بيروح يشتكي شنو؟ وانت مرتكب جريمه وياه. أيه. انت مرتكب مع جريمه، بتروح تفتن كنا تدري شنو يعني؟ كنا واحد قاعد يبيع مخدرات ويبي يتحاسب معاه على فاتوره وطرش اللينك وما ادري شنو، ما يصير. أيه. انت جريمه بجريمه، ما يصير هالكلام هذا. تمام، فخلي ياخذ الحذر ولا لا في شيء خلي يروح يشتكي وزاره التجاره. تمام. يا محفظ السلامة، في عندنا سؤال وصلنا بالواتساب يقول السلام عليكم، سويت حادث دعمت واحد من الخلف على الدائري الخامس ورحنا المخفر، لكن البيمة منتهية. خوش. قال لي المحقق إذا ما تتفاهمون تتحول قضية، وتحولت قضية لأن مارض المدعوم يتنازل. شنو تنصحني يا أبو فراج أو شنو تتوقع يصير، وخصوصا أن البيمة منتهية؟ حلها موضوع بيحلها ودي. اي خلي حلها ودي، ما مشت حلها ودي، مو راضي، خلي كمل القضيه بالنهايه. فهم المحكمه شنو يعني بتسوي لك؟ المحكمه شافت ان انت غلطان ايه. بتصدر عليك غرامه يعني راح يصدر عليك مساله الحكم، خلصها بالمحاكم. يا جماعه الخير، هذا كلام للجميع، قضيه مرور متراقب مع احد بايق خيانه امانه ايا كان اي شيء يشكل جريمه، تفاهمت مع اللي مشتكي وعيه يتنازل، لا يعني ان انت تخاف، كمل ويا المحاكم والمحكمة راح تفحص الموضوع وراح تعطيك حقك. الناس تخاف من سالفة المحاكم. ليش تخاف من المحكمة؟ تخاف هم يخافون. مو أساس المحكمة العدل. فاهم عليك. أوكي. لكن الكويتيين وغير الكويتيين والإنسان بطبيعته. أوكي. ما يبي مشاكل. ما يبي تصدع رأس. خلاص. يبي يحل الموضوع. إذا الموضوع ما يسوى 100 دينار. تدري إيش كثر الناس؟ وناس قاعد يبتزونهم بالآلاف. يعني الناس تمساعد. تدفع لي ولا. يا تدفع لي يا اشتكي بلا عيب، و500 دينار 500 و1000 والالاف.
أنا أكلمك في ناس على موضوع تافه يطلب 50,000 أو 60,000 دينار، شو السالفة؟ مثل شنو الموضوع تافه؟ أيا كان أيا كان ما راح أشر وايد أنا عندي جناية أشتوهي حلو؟ يطلب 50,000 دينار على شنو؟ أي. على شنو؟ على شيء تافه ما يصير يعني أنزين عطيت 50 أنا وبعدين خلاص يروح يتنازل عني؟ أنزين خنشوف بعدين أنا صدق هذا يعني 50,000 على جريمة معينة بيتكلم كذي حتى أنا شنو قلت لك قلت أنت مسعر الجريمة أي. مسعر الجريمة يعني هو لهالدرجة رخيص جيمته بالمبلغ الفلاني ما يصير خليك مع المحكمة والله العظيم أحسن لك شنو صار أخي عطيته 50 أنا بكلمك أنا عطيته دينار 50 مو قال لك بفلوس عطيته إياه يملك إنه هو يشتكي راح مباشر يشتكي مرة ثانية شنو الحل ماك فايدة خليك مع المحكمة وذيك الساعة يصير خير تمام في عندنا شروق قول لها ألو حياك الله يا شروق هلا والله يعطيكم العافية الله يعافيك ويسلمك ويخليك حياك الله والكويت كلها تسمع قول الله يسلمك أنا بخصوص عندي كان سيارة كنت أخذتها من وكالة تمام وصار فيها السيرفس أول سيرفس لها صار بالكويت فترة طيق مطر اللي غرقت الدنيا ولوية المهم سيارتي غرقت داخل الوكالة حلو انزين شركة التأمين قالت لي ماكو شيء اسمه ضد الكوارث أو شيء كذي اي مبلا أوكي تأمين ضد الكوارث وال خذتي سيارتك من الوكالة؟ نعم خذيت سيارتك من الوكالة؟ ما رضوا يطلعوا لي اياها وقالوا لي تبين رقم المحضر مال المخفر نعطيك اياها السياره ما راح تطلع من الوكاله لو شنو يصير وللحين ولا اخر شيء ساوموني اعطوني ربع المبلغ الموجود ولا رضوا يعطوني ولا شيء من السياره قلت لهم اذا عندي سيارتي ابيها ابيعها يعني قطع قيار اي شيء المهم ابي سيارتي السياره ما راح تطلع من الوكاله واذا تبين تشتكين عندك نعطيك احنا رقم المحضر اوف 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 راح يعني رقم المحضر بعد مو صوره منه لا لا يعطوني متى كان هالكلام هذا شروق وقت اللي أذكر فترة اللي يوم يطق مطر بالكويت وتغرق و... العام قبل سنة العام. سنة ونص مو الاشتاء اللي طاف زي واستلمتي قيمة ربع المبلغ ولا لا طبعا أنا فكرت أول شيء رحت عند محامي طلب مني بداية القضية 3,000 أوكي وهم بيعطوني 6 وأنا سيارة توها ما صار لها سنة أنت كم دافع قيمتها تقريبا 19,000 وعطوك 6 والمحامي اخذ 3 ايش طلع من شخص 3,000 انا بس سألت المحامي قال لي فتح القضية 6 فانا قلت له لا كان اخذ الستة يعني اخذهم وسكر والقرض علي ماشي يعني اخذت الستة خذيتهم تقول لك خذتهم ووقعتي طبعا انك استلمتي صح اي طبعا اوكي ما يصير خاطرك الا طيب الحين راح تسمع زين شنو سؤالك انت شنو سؤالك لحظه انا قاعد ادور حل شنو سؤالك سؤالي ان انا اللي سويت التصرف كان صح ولا خطا للاسف انزين شنو الصح اللي كانت المفروض كان المفروض ان تخلي السياره موجوده عندهم ايه؟ وتروح ترفع دعوه عليهم تقدم عليهم شكوى جزائيه الوكاله راهيه معطين مو قال لها كذي هالكلام قالوا لها يبا مو عاجبك روح يدرب المحاكم مبطل بالعكس درب المحاكم يعني درب المحاكم بس حاطينه حق الوكالات والشركات درب المحاكم لجميع الأفراد والشخصيات الاعتبارية يعني بغض النظر وكالة شركة ولا فرد كان المفروض أن تروح تقدم شكوى بالنيابة التجارية أو تروح النيابة العامة أو تروح المخفر عاد حزتها شوف شنو تكييفها كان من البداية تروح تقدم هالكلام لأن شنو بما أن أنت رضيتي بالستة آلاف استلمت البيزات خلاص خلصنا هي كانت مجرد مساومة إنزين لو فرضنا رحنا قدام المحكمة وقدمنا شكوى بالنيابة العامة هل هذا يعني ان انا الستة بتروح علي مو قيمة السيارة الاصلية كم انا دافع جيمة مبلغ وغدره اوكي مبلغ وغدره وانت الحين جاي تساومني اعطيك ستة منو حط هالتسعيرة الستة بكيف منو شنو المعايير اللي انت حطيتها على اساس تحط لي قيمة الستة وليش تلزمني ان انا استلمها كان من المفروض اي شركة تي تساومك على فلوس وما يبي يطلع موترك ودنيا وقصة تروح مباشرة تقدم شكوى جزائية وحزت عطى الخطوات كذي كذي بشكل بسيط هي فيها حوسه لكن عطي خطوات مبسطه راحت شروق انزين او غير شروق ما رضوا يعطونها سياره اول شيء ايش تسوي وين تروح؟ تروح تقدم شكوى بالنيابه التجاريه النيابه التجاريه او تكلم حمايه المستهلك تمام تكلم حمايه المستهلك وتفتح محضر وياهم وبعدين المساومات هنا راح تصير لان منو يملك التنازل؟ ايه هي صاحبه القضيه تملك التنازل. انت الحين مباشره تبين نعطيك رقم المحضر؟ ايه عطني رقم المحضر ما عندي مانع. بلى. وانا بروح الحين
القيمة أنا شاريتها من المبلغ الفلاني ويا ليت أنا متسبب. ليش ما نقول إن في سوء تخزين مثلاً؟ في سوء تخزين على الموتر أو السلعة اللي أنا ماخذتها ترتب عليه الموضوع، حزتها من المسؤول عنها؟ الوكالة. خلصنا تمام. ليش عيل تساومني على سوء تخزينك؟ هم بعد منزل القيمة ومعطيني 6000 وأنت مسعر على كيفك. تمام. شوف محمد الله يرضى عليك، حياك الله. السلام عليكم. سلام يا هلا مرحبا، تفضل محمد انت على الهواء. الله يعطيكم العافيه. يسلمك ويحفظك. السؤال سريع ما بطول عليكم ان شاء الله. انا ماشي بالشارع طاق اشاره يمين بطوف، اللي وراي داس بنزين بغى يدعمني، رجعت اوف وقف يمي نزل الدريشه، انا نزلت الدريشه تعرف مرتعب ايش فيك عسى ما شر ما له داعي انت داعم، فالموضوع بسيط. قام يصارخ، قلت له بس توكل على الله ومشيت. ايه اتفاجئ المغرب تقول عليه مباحث، زورنا بالمقبر. حلو، زرتهم؟ رحت المقبر. السلام عليكم. السلام. تموا معي ساعتين على هذا الموضوع، قلت لهم انا لا سبيت ولا غذفت، كل الموضوع انه ضايق يلف علي، انا ارتعبت، فقلت له توكل على الله ما له داعي انت داعم. تمام. هو قايل لا انه انا سابه وغاذفه ومعاه بنته مرتعبه و بتكتب هالكلام. طيب ظهر الموضوع يعني بالضبط. أيه. قلت له زين وين الدليل؟ نفترض انه انا مسوي كذي، وين الدليل؟ والموضوع زحمه ولويا يعني، وانا مسوي هالاشياء كلها يعني اليوم ما عليه، الناس كلها قاعد تطور بالتليفون. هو الحين بس متهمك بالسب ان انت سبيته وصرخت عليه؟ اي جايب شاهد ولا لا؟ لا. انزين وين سؤالك؟ سؤالي انه انا تميت بالمغفر وما طلعوني الا بكفاله. تمام. تمام. بعدين الحين ما عرفت وجهوا لك تهمه؟ وجهوا لي تهمة سب وغدر. اوكي الحين وين سؤالك؟ سؤالي انه انا توجهت تهمة سب وغدر، شنو المفروض اسوي؟ تدافع عن نفسك بس، بمشي وياهم خط المحاكم. هو سبك ولا ما سبك؟ لا لا هو ما سبني ولا انا سبيته، انا اقول الصدق هو لا سبني ولا انا سبيته. خلاص نقول ان انا ما سبيته وانتهى الموضوع، مو طلعوك بكفاله؟ طلعوني خلاص بكفالة. قضيتك اللي يملك ان انت مسويها ولا مو مسويها ويصدر عليك حكم بالغرامه والحبس منو هذا؟ لازم القاضي المحكمه. اليوم كل القضايا تتسجل بالمحاكم والنيابات، تمام، بالتحقيقات والنيابات، لكن العبره منها من نقول ان انت فعلا متهم ومسوي هالموضوع ولا لا، مرتكب الجريمه، لازم المحكمه. رحت المباحث، المباحث، التحقيق، الشرطه، ايا كان من الجهات هذيل يقول لك والله انت متهم وانت مو متهم، فعلا انا وفق اجراءات التحقيق ان انا متهم، بس هل منو اللي يملك انه يصدر الحكم ويفحص الموضوع؟ المحكمه. لازم قاضي محكمه. هو اللي يقول لك دليل على الكلام انه وايد ناس سجلوا قضايا بالمخافر والنيابات وصلت القضايا للمحكمه ويطلع البراءه، شنو السبب؟ لان اللي يملك انه فعلا يصدر عليك حكم او انه يطلعك براءه هو القاضي. وايد ناس طلعوا براءة يدلك إن في كيدية بالاتهام وغيره. طيب. فالقاضي طلعك فيها براءة وأنت ترجع عليه بالتعويض أو بعلمك أنا. قبل لا تعلم. إيه. نطلع كذا يبريك. آخر معلومة بس ونطلع. بسرعة. يلا. توكل على الله. القانون هو الكار، القانون هو الدار، القانون هو الشيء اللي إحنا نبدي فيه وننتهي إليه كل أربع الساعة 2 للساعة 3. الساعة القانونية موجودة والأسئلة موجودة والواتساب موجود، و22 20 20 90 4 موجود، وبفراج موجود، ومكتبة موجود، ومشاكله ومشاكلكم كلها موجودة بالساعة القانونية وحلها عندنا إن شاء الله. إن شاء الله. بدنا. تمام. بفراج. إيه. نرجع على الواتساب، عندنا أسئلة بالواتساب. أنا في سؤال قبل الواتساب. إيه شنو؟ تشفيك شيبت. أنا؟ أي والله مو مني. صدق توني أشوفك. ما ضربة الشمس. مع عقب ضربة الشمس بين الشيب الأبيض. شنو هذه؟ لا لا أكو هذه اللقطة اللي مشهورة من المعاناة. من المعاناة. المعاناة. الله يعينك. أي والله. هذا وأنا ها. هذا بعد يعني للحين ماكو بذمتي مرة. إيه. تخيل هالشيب. إيه. بعد عقب ما آخر. خاف تفكر تبي مرة أنت. لا يا حبيبي لا خلنا كذي. العزوبية كرت ذهبي. ها. ذهبي يا ابو فراج والله بصير حلي بس اصبر مالك شغل مالك شغل فيني خليك باللي عندك يلا. يقول لك السلام عليكم، اذا انا مطلقه طلاق ودي وعندي بنت ما عندي حضانه ولا عندي وصايا، هل اذا تزوجت البنت تروح عند ابوها اذا ما كان متزوج،
ولا الطلاق على طول الحضانة تكون عند الأم؟ أوكي فهمت ولا أعيد السؤال؟ هي ما عندها حضانة، قصده ما عندها حكم حضانة. ما المرأة بتتزوج إيه؟ ما عندها حكم حضانة إيه؟ وتبي تتزوج إيه؟ إذا تزوجت إيه؟ تقدر تأخذ حضانة بنته إيه؟ أساس الحضانات لازم صدر فيها حكم. لحظة الحين هي مو كاتبة على العقد شنو جعفري أوكي. أو سني أوكي. ففسر لنا بثن بشكل عام أي. بعطيك إياها بشكل عام تمام. اليوم نسمع هالسالفة، أصل الحضانة عند الأم، أصل الحضانة عند الأم حق اللي توها مطلقة وما أي. عندها حكم حضانة تمام. تمام لكن هذا لا يعني ممكن الأب هو اللي يمسك الحضانة، لأن في أحكام صدرت أن الأب يمسك الحضانة. اليوم تبي تروح تتزوج واحدة ما عندها حكم حضانة، تبي تروح تتزوج خلاص تروح تتزوج، يبقى المحظون هذا نفسه لا دورة ترتيبية في مسألة الحضانات. من هو الحاضن؟ إذا كانوا مسألة السنة شنو يقول لك؟ إن الأم وصل توضيح شنو هو؟ على 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 هالكيس شنو هو؟ إن هي عقدها سني أوكي أي. ممتاز. السني المفروض إن الأم المحظون هي اللي تمسك أول شيء، بعدين أمها، بعدين خواته اللي هم خالات الولد تمام. المحظون بعدين تروح حق أم الأبو بعدين خواته بعدين هو، يعني هاللفة هذه كلها الحوزة كلها بالأم كلها بالأم إيه؟ يعني الريال الفقير ما وصل دار بعدين أمها بعدين خواته أي. بعدين ترجع نوبة ثانية تصعد وين في حق أمه وخواته بعدين ترد له هو آخر واحد هذا اللفة هو آخر واحد أي. بس هذول كلهم بغض النظر عن الطابور الطويل هذا ترى وايد يقول لك انش حق انا اقضبها مباشره تروح حق الابو تمام تمام اوكي. هل الحين سؤالها انا تطلقت ما عندي حكم حضانه بروح اتزوج املك اني اتزوج روح تزوجي حضانه اساسا انت ما عندك عشان تسقط تمام ما عندك حكم حضانه عشان تسقط اذا تبين الحضانه رفع دعوه وخلص الموضوع ترى في ابهات يرضى حتى لو طليقته متزوجه يرضى ان عياله يكونون مع امهم نعم اخوي خير قلت لك في أبهات يرضون في ناس ما يرضون من متى هالحكي صار عندنا بالكويت فيها هالحكي بالكويت تم صدقك ولا تغشم قسم بالله فيها هالحكي يعني أنا متزوج ومطلق انزين وهي رايحة قاعدة عند ريال ثاني عيالي يقعدون عنده إيه شم من متى صار هالحكي عندنا بالكويت في ناس في ريال ما عندهم مانع تدري ليش في منهم هذيلا مو مكلوف أخوي جبت ياهل ما جبت ياهل ما يشوف شرف أمان الله فهالدور انا تبيني والله انا محتر عشان ولدي ما يشوف شر راح هناك ولا رد ولا هذا انزل ما يشوف شر السؤال اللي وراه بالواتساب واصلنا على 22-20-90-4 خوش يقول لك السلام عليكم يا ابو فراج والله يعطيكم العافيه بالساعه القانونيه مشكلتي مأجر شقه وما عجبتني وراح اغيرها وبلغت حق مأجرها زين انطر اسمع الريال انطر مشكلتي مأجر شقه وما عجبتني زين وراح اغيرها وبلغت الحال الحارس بلغني انه لازم اقعد فيها على الاقل 4 أو 5 شهور حسب قانون الكويت بلغته بالرفض قال لي ما راح يعطيني العقد الاصلي بان غدرت الشقه وراح يبلغ بان لم ادفع الايجار ايه الحل الزبده انا قاعد اتكلم كويتي كويتي اخر شيء اعطاني جمله بالمصري انزين راح اعطيك ايه الحل يا اخوي الحل يا باشا اسمع طويل العمر باختصار اليوم انا اجرت شقه او اجرت عقار ايا كان تمام ما يازلي قعدت فتره ويبوا لقيت مكان احسن بطلع العبره اني اجرت مكان وبطلع منه شنو المفروض اسوي مباشره تاخذ العقد الاصلي انزين وتسوي اختار حق منو حق المالك تبي تستلم من العقار ولا لا ما يبي يستلم مباشره نروح المحكمه وسو انذار عرض اجره انذار عرض مفتاح تمام اساس انك تبي تسلم المفتاح سلم المفتاح سلم بالمحكمة. المفتاح بالمحكمه خلاص من تاريخ تسليمك المفتاح بالمحكمه يثبت مباشره شو اللي ترتب عليه ما يصير عليك عداد الاجارات ماشي في شيء ثاني ان مرات انت تبي تطلع شو يقول لك صاحب الملك يقول لك ان انا ما بيستلم منك ايجار تسوي نفس الطريقة هذه يسمونه انذار عرض أجرة وتروح تعرضها بالمحكمة رفض أنه يستلمها حط فلوس الإيجار بصندوق المحكمة وهو يدبر نفسه وتمشي الأمور تمام تمام في عندنا الحين علي على الخط قول ألو حق علي يا أبو فراج حياك الله أخوي علي هلا أبو فراج يا هلا بالرفيج تمام شخبارك حبيبي الحمد لله يا بجب الله يا حبيبنا يا حبيبنا تامر تامر موجودين عشانكم أنا قول. أنا لي نصيحة لك صغيرة ممكن منو أنا ولا بفراج ولا اثنين أنت
وانا قايل حق فراج من قبل ترى الله يستر عليك على قول لي ذهب الدقمه الحمراء اي قول انا قايلها لك وانا بقولها على الهواء لا تقاطعه وايد قاطعه وايد انا قاعد تدري انا اقول لك ليش اقاطعه اقاطعه لان الحبيب سماري ينسى يا ابن الحلال في متصلين في ناس تدري لو ما قاطعه كان انت مو موجود معنا على الخط يا علي زين قول شنو سؤالك تفضل حبيب الفراج عيوني انا عندي سالفه مع بنتي الله يحفظها بنتي سوت حادث بسيط سنه 2021 تمام ومأمن على سيارتها شامل وبدون غير حلو ابيكم تطولون بالكم علي شويه لان بس ما خالف بس اقول لك شغله علي احنا عندنا بالضبط 8 دقائق وعندنا كيو اتصالات بسرعه لو سمحت وايد 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 زين خلنا نكمل المهم طال عمركم سويت حادث بسيط اساميه ما قايل اسماء كثير اي بدون اسامي اي من غير اسماء تفاجئت انا صراحه بنتي طالبه مبتعثه وتفاجئت انه جت الكويت فقالت لي يبا هات موبايل بطلي فشفت ولا من سهل جاي لها قضيه انت صغيره ايش عندها بالقضايا هاي المهم ما طول عليكم السالفه لقيت انه والله الشركه هذه اكس رافع قضيه على بنتي ليش رافعين قضيه على بنتي رحتهم ليش رافعين قال والله احنا شركه تامين اللي مامنه بنتي عندها ضد الغير احنا نسميها اسمها اكس ألف. اوكي الف بنتي اسمها الف والله هذه مفلته ومعية تدفع كم المبلغ؟ قال والله المبلغ 600 دينار راح نسوي لك خصم ادفع 400 دينار واحنا نمشيك 400 دينار بس 600 الى 400 بيض الله وياهم انزين وبعدين والله قلت لك ما خاب من استشار المهم كان حق الشركه اللي هي المفلسه هذه لقيتها فعلا شركه يرثى لها وحالتها حاله وميكي ماوس قلت لهم ليش ما تدفعون؟ كان يقول احنا والله شركه مفلسه ما عندنا فلوس اوكي زين وبعدين دافع الرسوم وكل شيء زين من زبده قال والله قلت له انا برفع عليكم قضيه قال ارفع علي قضيه احنا علينا 1000 قضيه خلي يسوون 1000 واحد راهي المهم رحت حق منهم رحت هني حق وحده تنظيم التامين تمام يا وحده تنظيم التامين شنو اسوي؟ قال والله هذه و20 شركه ثانيه احنا موقفينهم وفعلا هذول مفلسين ومالك الا القضاء علو قضاء قضاء رحنا القضاء يا ابو فراج انزين وبعدين دافعت عن بنتي طلعت في دششت المصفي ولا ما دششته؟ ايوه اختصر لك انا دششت المصفي بالقضيه ولا لا؟ لا 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 ما كل الشركه قاعد تنازع للحين تنازع بشنو؟ للحين يعني بين الافلاس وبين التصفيه ما عينوا لها مدير تفتيش خلاص على اختصر الممثل القانوني وتباريهم بالمحاكم لا لا زي لحظة علي انا ايش رايك؟ انا بشور عليك شور لان فيها تفاصيل وايد سالناك عن مدير التفليسه قلت لا للحين بفراج اول ما يخلص الحلقه راح يدق عليك شخصيا ويسولف معاك ايش رايك؟ اوكي تمام عندنا فاضل ما ادري ما عجبه طاهر الحج قول الو الو حياك الله الو تفضل يا فاضل يعطيكم العافيه الله يعافيك والله انا شوي موضوع غريب يعني للامانه انا مشترك في نادي مع اسرتي نادي مشهور تذكر اسامي رايحين نادي على يوم مسكر النادي فاكرين زين نسال يمين يسار ما في مسكر المربع كيل النادي مسكر زين نبي فلوسنا نبي نرد ما في ليه يوم ما حد يرد علينا صار بيع شقه بين الملاك واختفى تمام فالسؤال شنو فاضل؟ اي فانا شو اسوي بالحاله؟ ابي فلوسي او ارد الاشتراك واحد منهم يعني. تمام ما يصير خاطرك الا طيب. دق على حمايه المستهلك وقدم شكوى هناك. تمام. على عدم اداء خدمه. تمام. اوكي. هذا في عندنا البندري، قول لها الو يا ابو فراج. الو. الو مساكم الله بالخير. يمسيك الله بمثله يا البندري، حياك انت على الهواء الكويت تسمع. اي ابو فراج انا عندي مشكله بس انه بختصر لان شوي طول. قبل كم سنة دقوا علي شركة نصابين أنا ما كنت أدري أنهم نصابين قالوا لك عندنا هدية عمره 5 نجوم فندق على الحرم وتذاكر بس على التلفزيون ورحت أنا كان قبل رمضان فرحت وخذيت أساس أني بتكلمها كان يدبسني بعقد أنه يعني تركي ويانا ولك فنادق وتذاكر بأسعار حلوة المهم ان انا ما ادري شلون دمقت على راسي وقعت بعدين كان يطلعون شركه نصابين وكذا توقعت العقد
هالحكي من 2018. انزين الحين تمتعتي بخدمات العقد ولا لا؟ ولا شيء، كله طلع نفس احتياج، عطتني فلوس عيادات. دفعت فلوس ولا لا؟ دفعت. انزين مستمر العقد؟ العقد لا. إيه شنو سوى هو بعد فوق شيء نقواس قام يرفع علي قضية وقال ان انا يبي مني 2600. ما يستحي هذا. زين شنو هذا وصار بالقضية؟ زين انا ما كنت ادري عن القضية، ما كان عندي سهل يوم على ايام قبل كورونا، بعدين يوم صار عندي سهل وعرفت عن القضية طلع كذا سنة يرفع قضية ويخسرها، السنة اللي طافت من اللي قبلها ربح القضية وصار علي من السفر سنتين ما شمت في المطار. تمام تمام بشر بالخير. باسر خاطرك انا طيب يا البندري، وراح تلاقين الجواب عند بفراج. بفراج شو الدبره حق البندري؟ الدبره اليوم اي شركه انت مسوي بينها وبينها بينك وبينها عقد مباشره، ما يازلك الموضوع ترفع دعوه اسمها فسخ عقد. تفسخ العقد بينك وبينها لان انت انتفعت او انك ما انتفعت او اي كلام، عند هذا تفصل على موضوع العقد بينك وبينهم بالمحاكم. تمام. في المرحله الثانيه تكلمت عنها، قالت انا سويت بيني وبين عقد وطلع نصاب، طلع زيد عبيد فعلت سرقته، ما يهمني انا شنو هو، لكن بما ان وقعت عقد بينك وبينه مباشره شنو يصير؟ يصير في التزام علي وفي التزام علي، املك اني ارفع دعوه قدام المحكمه وافسخ العقد. تمام. هذا واحد، وما يترتب عليه من اثار هذا العقد. الشيء الثاني، قالت انه هو راح رفع دعوه بموجب العقد وصدر عليه حكم والحين عليه اجراءات منع سفر وملزوم انه يسد الفلوس بحكم محكمه. في دعوه ثانيه اسمها منازعه تنفيذ موضوعيه، انك انت تنازع بالتنفيذ وممكن ان انت تبطل الحكم بدعوه ثالثه اسمها شنو؟ عدم اعتداد بحكم محكمه. لان عندك مستندات، انا قاعد اعطيك مسمى الدعوه لان عندك مستندات يغير مجرى القضية. تمام. فتبطل الأحكام، فالموضوع فيه كلام زيادة على اللزوم. تبشر بالخير، وأي واحد صار معاه مشكلة مع شركة روح المحاكم ارفع دعاوي، وايد في مسميات قضايا، وايد صارت في مشاكل بينهم بين بعض بين الناس، مشاكل سواء عقود ولا غيره، ارفع قضية وراح تكسب حكم. أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله مؤشرها الواضح عندي إن هي راح تكسب حكم. تمام. الأحكام عمرها ما تخلص. بالضبط. والقضايا ما تخلص، والسوالف بالقضايا ما تخلص يا ابو فراج. انزين فعلشان كذي احنا قضينا وصلنا حق نهايه المشوار وحق الشيء هالاسبوع مالنا. انزين اللي خلص الساعه 3، لكن في شغله اذا خلصت الساعه القانونيه علي نجم والشيء الثاني ما يخلص، فراح نرجع مره ثانيه ان شاء الله نسلم الهوى حق راعي الهوى الاساسي الحبيب الغالي اللي واقف هناك علي نجم. يا بعد يا حبيبي وانا لا بس خلاص نشفنا اليوم الناس، الحين نرجع حق الشيء الثاني مع اللي جدا غير علي نجم.